على السريع، هذا التحالف يريد يدفع ما تم اكتشافه لحد الحين من علوم لها علاقة بالتزوير التاريخ العربي القديم إلى ميدان الواقع، إلى ميدان الوعي، وعي الجماهير ووعي المؤسسات ذات الصلة، وأيضا إلى السياسيين، نضع في إيدهم ورقة سياسية للضغط عندما هناك حاجة. ولكن الأهم من ذلك هو تعديل برمجة الوعي الإنسان العربي ومن ثم الإنسان الغربي أو العالمي، لأن نتكلم عن تزوير تاريخ الأمة الإنسانية، لأن تاريخ هذه المنطقة هو واقع عن تاريخ الأمة الإنسانية، وهذا راح يتضح لاحقا. لن يتم نجاح لهذا التحالف من غير المساندة من الكل، من على الأقل اللي فهموا خطورة الموضوع. احنا 6 أشخاص، لكن هي النواة، هي البدرة اللي راح نضعها، لكن لن ننمو من غير المساندة من من يصلهم صوتنا. وأملنا كبير بأن هناك من إن شاء الله راح يوقف ويانا. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا. أستاذة فوزية، كلمة أخيرة. قبل كم يوم كنت أقرأ في الصحيفة خبر صغير عن الحاخام عفادية يوسف، كان يقول أن الله خلق غير اليهود لكي يكونوا في خدمة إسرائيل أو في خدمة اليهود بما معناه. طبعا مثل هاي الكلام العنصري المقيت اللي مستمر يعمل في حياتنا هو مبني على تزوير الأعراق، باعتبار أن الأجناس والأعراق نتيجة تزوير أيضا تاريخي تم تكريسه على أنهم اليهود يعني أفضل الأعراق أو شعب الله المختار مثل ما هم مصدقين روحهم، والبقية عبيد لهم وخدم. إذن أنا أعتقد أن إذا مثلا أحد عنده بيت وهو يريد أن يسترجع بيته من مغتصب لهذا البيت، فإذا جاء لك حد يقول لك أن هذه الوثيقة اللي يملكها المزورة اللي هو وضعها لملكية البيت، أنا راح أكشف لك مثلا تزوير في هاي الوثيقة، فحتما ما أعتقد أن الرد يكون أنه طيب أنا بس ترجع البيت، بس أهمية الوثيقة إذا كشفتي لي أنه مزورة ولا لا. يعني أنا قاعد أقول لك بحبية، فحتما أنه يعني لما التحالف إذا يستطيع فيما بعد مع جهود كل المفكرين الذين وضعوا الكتب أن يجمعوا هذا الكتب ويزيدوا من هذا الكشف في التزوير، ليس فقط في التزوير لم يبدأ أنا أعتقد من منذ اغتصاب فلسطين، التزوير بدأ منذ ما قبل التاريخ، كانت مراحل من التزوير مختلفة. فإذا تم هناك الكشف عن كل هذه الأشكال التزوير فنحن نكشف ليس فقط أنه ما يتم اليوم من واقع سياسي مقيت في حياة الأمة العربية والإسلامية، بل في حياة العالم من تزوير لوعية هو شيء يتعلق فقط بشيء واحد، وإنما هناك تزوير في الأجناس وتزوير في التاريخ وتزوير في الوعي وتزوير في الأساطير قراءتها وتزوير في التفاسير وإلى آخر في كل الأشياء. إذن أنا أعتقد أن التحالف منطلقة هو إعادة الوعي للعالم وليس فقط لمجرد وهي أداة في نفس الوقت أداة أنا أعتقد سياسية مهمة في يد السياسيين لكي يعملوا، وهي نوع من المقاومة المهمة. يعني لا نعتقد أن كشف التاريخ وفضح التزوير فيه والعمل على إنشاء وعي فكري جديد يعني بما معناه ينظر العربي إلى نفسه من هو أساسا، باعتبارها كل الحضارات القديمة المؤثرة في العالم والإنسانية هي أيضا من صنع هذه المنطقة، فهذا كله مهم في وقت اللي الإنسان العربي يعاني فيه الآن من تراجع في نظرته لنفسه وكذا. إذن معناته أنا أعتقد أن هذا شيء مهم جدا جدا في أن إحنا إعادة الوعي وتشكيل وعي جديد. فهذا التحالف ما يسعى إليه، وأنا أتمنى أن من الكل أن يناصر ويتحالف مع هذا الشيء. شكرا. حاج، آخر كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا في البداية، التزوير حاصل وموجود وبدأ في بابل عندما كان اليهود في الأسر
والأسر البابلي تم من الجزيرة العربية كما يقول الحميري في كتابه الروض المعطار وآخرون، ولم يكن من فلسطين مطلقا لأنهم لم يكونوا في فلسطين. وعندما كتبوا التوراة في بابل من أجل أن يقرأها قورش ملك بابل، كتبوها باللغة اليونانية لأنه لا يعرف إلا اللغة اليونانية بالإضافة إلى لغته الأصلية. وكما قلت الأسفار الخمسة الأولى هي ما كانت على الألواح، وكتبوها بما تذكروه، ولا أقول فقط تزوير، لكن الأسفار الأربعة وثلاثين التي تبعتها الموجودة في كتاب العهد القديم هي كتبها أشخاص من الموجودين هناك، كل كتب كما حلاله في ذلك الوقت. وقد يكون هناك تضارب واختلاف بين واحد وآخر منهم. فالتزوير حصل منذ كتب الكتاب العهد القديم في بابل. وطبعا التزوير أنا أقول سبب يسبقه مؤامرة أو شيء في ذهن الذي كتب، لأنهم هم كتبوا هذا الكتاب ليوهموا قورش والعالم آنذاك أنهم أمة قوية وأمة جبارة وأمة لها بطش شديد ليخوفوا العالم، وزوروا ما سموه أورشليم في ذلك الوقت، وظنه الناس أنهم كانوا يقصدون أورشليم القدس في فلسطين. فالتزوير حصل. ما آلمنا بعد ذلك هو أننا كمسلمين وكرجال دين وكعلماء في أول عهد الإسلام كانوا يلجأوا إلى اليهود لتفسير أو إيضاح بعض ما ورد في القرآن الكريم على أساس أنهم أهل كتاب ويعرفون في الدين وفي الوحي وفي غير ذلك. وكما قال الأخ هناك، كل كتب المسلمين منذ العهد الأول إلى الآن، إلى الآن أقول، كلها تكتب أن اليهود كانوا في فلسطين وأنهم أسسوا المملكات، وأن من المؤرخين أكثر من 10 أشخاص رجالا ونساء من فلسطين ومن القدس كتبهم للآن تقول كان سليمان وداود في فلسطين وأسسوا هيكل وبنوا الهيكل إلى آخره. إلى متى نخجل من أنفسنا ونرجع عن الخطأ؟ أنخجل أن نرجع عن الخطأ؟ أنا في كتاب اللي كتبته هنا كتبت في المقدمة أني كنت أعتقد كما يعتقد الناس أن داود وسليمان كان في فلسطين، إلى أن بحثت وفكرت وعدت إلى المراجع فتبين لي أنهم لم يكونوا في فلسطين. فنحن بحاجة إلى الجرأة في أن نتراجع ونعترف بخطأنا. مع الأسف كتب طبعت عام 2010 في عمان لمؤرخين فلسطينيين فيها مملكة داود، ومن الذين يعدون مراجع للناس إذا أرادوا أن يسألوا عن فلسطين أو عن القدس، مطبوعة سنة 2010، أسماء لامعة، أسماء تكتب بالصحف وتعلق وتدعى إلى الندوات، وكتبهم تقول داود وسليمان كانوا بفلسطين وازدهرت القدس في زمن سليمان. مشكلتنا الآن هي المطلوب من التحالف أن نقوم هذا الخطأ إن كان تزويرا أو جهلا. وشكرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم.